مخطط لليلة الغد. لماذا؟ ماذا سنفعل في الغد يا برين؟ ما نفعله كل ليلة يا بينكي، سنحاول السيطرة على العالم. الشهرة يا صديقي، الشهرة هي ما يسعى له الكثير من الناس، فهي تجلب لهم المال وتجعلهم أصحاب مكانة عالية، ولأنها تعطي يا مين بتروح على البيت. اليوم استعرت لك كتاب من مكتبة المدرسة بيحكي عن تاريخ الطاقة، بدروح أقرأه. يا مين مالك؟ صحيتني، كنت سارح. بحكي لك بدروح على البيت. ماشي يا مين، خليك معي. معك شو بتفكر؟ أفكر فيه كل ليلة. وما الذي تفكر فيه كل ليلة؟ محاولة السيطرة على الصف. ها؟ هاي 5-6، وهاي فش. تفضلي اسحبي. طيب هاي 2-6، وهاي 2-1، وهاي 1-1، وهكذا أكون أنا الفائزة. أنت فزتي. المرة الجاية أنا رح أفوزك، وحنلعب بالدمنة تبعتي، لأن الدمنة تبعتك مغاوزة. إن شاء الله تفوزيني. رح أحاول أفوزك. سوف أذهب إلى بيت أسماء. بيت أسماء؟ ليش يا أختي؟ لكي ألعب معها، هي تلعب أحسن منك، سأفوز عليها اليوم. أسمى كثير بتشاغب بالصف، بكرة رح تصيري زيها يا لما مشاغبة. لا، أنا عمري ما رح أصير مشاغبة. ماما دايما بتقول صاحب البنات الرايقات بتضلي رايقة، وصاحب البنات المشاغبات بتصير مشاغبة. لكن أحب أسماء كثيرا وأريد أن ألعب معها، وبصراحة هي بتلعب أشطر منك. ماشي روحي زي ما بدك. طيب ماشي، سلام. سلام. اتأخروا يا منو لما. معقول لسه نايمين؟ يمكن راحوا على المدرسة بدوننا. لما عمرها ما راحت بدوني. ويا من كمان عمروش راح بدوني. معقول راحت مع أسماء وتركتني؟ يمكن. تعال نشوفهم في الدار. يلا يلا. لما ليش رحت على المدرسة بدوني؟ لما ممكن ترد علي؟ ليش قلت لماما اني رحت على أسماء؟ ليش انت ما قلت لأمك انك رايحة عند أسماء تلعبي؟ ليس لك دخل، أنا زعلانة منك. طيب افهمي،
امبارح امك اجت علينا وسالتني عنك وقلت لها انك انت رايحه عند اسماء تلعبي. اصلا انا بلعب مع اسماء لانها بتلعب احسن منك. بس كان لازم تحكي لامك انك رايحه عند اسماء تلعبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. درسنا اليوم الجهاز التنفسي. ان شاء الله حنتكلم. اسماء بتمنى انك تكوني معنا لانك هيك بتاثري على زميلاتك. حاضر. في الدرس السابق تكلمنا عن الجهاز الهضمي وتعرفنا انه بيتكون من عده اعضاء منها الفم ماشي طيب كتلة ماشي يلا سلام تمام حبيب قلبي تمام خلاص خطتي ما راح تفشل. اي خطة؟ السيطرة على الصف. وكيف بدك تسيطر على الصف؟ لسه مفكرة انه خالد. عشان هيك كنت على المدرسة مع خالد وما رحتش معي؟ مظبوط، بنفكر انا وياه نعمل خطه زي بينكي وبرين، وعشان هو اكبر واحد في الصف والولاد بيخافوا منه بدنا نصير اصحاب انا وياه. بدكم تصيروا اصحاب انت وياه؟ ها كيف بدي اسيطر على الصف؟ شفت اليوم اللي معلمه شو حكت لاسماء؟ نعم شفت. المره الجايه عليك الدور. انا ليست مشاغبه. لما تضلي مع اسماء حتصيري مشاغبة. لا ما رح اصير. ماما حكت لي صاحبي لما لانها رايقة. وانت كمان صاحبيتي. طيب ليش ما قلت لامك انك رايحة تلعب عند اسماء؟ ماما ما بتعياني اروح عند اسماء لانها بتعرف انها مشاغبة. شفتي ليش؟ يوه طيب خلص شو اعمل انا هلأ؟ ما تلعبي مع اسماء. وما اكلمها كمان؟ لا بس ما نلعب معها عشان ما نصير مشاغبين زيهم. تعرفي أسماء راح تتغير وراح تشوفي انها تغيرت. مرحبا. أهلين. أين يامن يا يدن؟ مع خالد. شو؟ ضلوا مع خالد. وليش ما روحتوا مع بعض زي كل يوم؟ انا حكيت له بس انك لو هو حكى لي انت روح روح قال خايف علي. خايف عليك؟ بيعمل خطه لحكم العالم زي بينكي وبرين. شو قصدي؟ بيعمل خطه عشان يسيطر على الصف. عن جد تصدق اول مره نعرف. لماذا قميصك ممزمع؟ في ولد شده. كيف وانا مروح مع خالد ضرب ولد وانا انضربت من الولد. كان في رجال كبير كان ماشي في الطريق وفزع لنا. شفت وليش عمل خالد هيك من الاساس؟ خالد قال لي لازم نضرب كل اولاد الصف عشان يصيروا خافوا منا وهيك نحكم الصف. منيح والله، يعني كنت بدك تضربني. يا زان شايفه قدامك ضرب ولا مضروب؟ صاحب السعيد تسعد وصاحب المتعوس تتعس وصاحب المضروب. وبعدين انا ما لي دخل، هاي ستة دايما بتحكيها. يلا تعال نتغدى وبعدها بنرجع نلعب. لا عندي ايش بدامل. شو بدك تعمل؟ اللي بعمله كل يوم. اوعى تحكي لي محاولة السيطرة على الصف. لا بدي احل الواجب. حلو هذا.
تحسين الناتج 35. صح، انتي فاجأتيني، ما كنتش مفكرة انك هالقد شاطرة. والله كبيرة يا أسوم. شكرا لك لما، وانتي ساعدتيني كمان. شو رأيك هلأ نلعب بعد ما خلصنا دراسة؟ لازم نعمل اشي قبل ما نلعب. شو لازم نعمل؟ لازم اعرفك على ماما. وانا كمان لازم اعرفك على امي. اتفقنا.